وينضم إلينا صهيب الجابر، الصحفي في شبكة فرات بوست من الحدود السورية التركية، للحديث حول هذا الموضوع. أرحب بك صهيب. لو تحدثنا قليلا عن تفاصيل المجزرة التي قام بها طيران التحالف الدولي. نعم، بداية أحييكم السادة مشاهدي حلب اليوم. القصف طبعا بدأ فجر اليوم على بلدة السوسة في منطقة البوبدران، وفجر اليوم كان هنالك 15 شهيدا، معظمهم من عائلة واحدة، ثم بعد ذلك ازدادت حصيلة شهداء القصف، قصف التحالف الدولي على المنطقة. عشرات الضحايا نستطيع أن نقول، من ضمنهم عائلة بأكملها وهي عائلة حميد صالح العبد الله، المكونة من أكثر من 17 فردا من هذه العائلة، استشهدوا بقصف التحالف الدولي على بلدة، هم طبعا من أبناء بلدة الباغوز، معظمهم نساء وأطفال. هنالك غارات أخرى أيضا كانت على مناطق متفرقة من الريف الشرقي، من المناطق الخاضعة لسطوة تنظيم دولة داعش، مثل الباغوز، السوسة، أبو الحسن، مدينة هجين، والشعفة أيضا. كل هذه المناطق تم استهدافها عن طريق طيران التحالف الدولي، بالتزامن أيضا مع هجمات شنها تنظيم دولة داعش على محاور بلدة هجين باتجاه نقاط قسد. أيضا كان هنالك صور انتشرت لإعدام التنظيم لعدد من مقاتلي قسد في البادية، في مناطق استطاع التنظيم الوصول إليها، ثم نشر هذه الصور لعناصر قسد. نعم صهيب، يعني قبل أن نخوض أكثر في تفاصيل المعارك التي تحدث في دير الزور، ماذا عن الجرحى؟ هل هناك أي مستشفيات يذهبون إليها؟ هل هناك أي نقاط طبية؟ ما هو سبب ازدياد حصيلة الشهداء؟ هو أنه ليس هنالك أي نوع من أنواع الرعاية الطبية، لا داخل المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، ولا حتى في المناطق التي يلتجئ إليها المدنيون. يعني على سبيل المثال، المدنيون الذين خرجوا منذ فترة من مدينة هجين واستطاعوا أن يخرجوا من هذه المنطقة بعد الزحف لأكثر من 3 كيلومترات والهرب باتجاه مناطق قسد، احتجزتهم قسد في منطقة أيضا ليس فيها أي شكل من أشكال الرعاية الطبية. هذا بالضبط كان سبب أساسي لازدياد حصيلة الشهداء اليوم. هنالك طبعا بحسب المعلومات التي تصل، هنالك عدد أكبر من الشهداء، ولكن هذا فقط ما تمكنا من توثيقه، ولكن العدد أكبر. أيضا هنالك توتر نستطيع أن نقول على مستوى المنطقة الشرقية كاملة، نعم تضييق من قسد وحملات دهم واعتقال في ضفتي نهر الفرات، سواء من قسد أو من قبل نظام الأسد، إضافة إلى معاناة المدنيين المستمرة بالأساس نعم من قبل كل هذه صهيب، كنت الجهات. تتحدث عن الاشتباكات والمعارك التي تحدث في ريف دير الزور. نعم، كان هنالك بالفعل هجوم للتنظيم، هنالك صور نشرها التنظيم تظهر إعدام عدد من مقاتلي قسد في المنطقة، هنالك تعزيزات استخدمتها قسد أيضا ظهرت عبر وسائل الإعلام تابعة لقسد خلال اليومين البارحة وأيضا خلال اليومين الماضيين. استخدمت قسد تعزيزات من قواعد في منطقة عين عرب، من قواعد في الرقة، وأيضا من قواعد في الحسكة باتجاه ريف دير الزور الشرقي، بعد الخسائر التي منيت بها خلال اشتباكاتها مع التنظيم خلال الأسابيع الماضية. يبدو أن هذه القوات، نستطيع أن نقول أو نطلق عليها اسم قوات خاصة من وحدات بي واي دي، على عكس القوات التي كانت تستخدمها قسد خلال الفترة الماضية، والتي معظمها كان من المجندين قسرا ومن الأطفال بحسب الصور التي ظهرت من هذه المنطقة. كل هذا طبعا ينعكس على المدنيين، هؤلاء المدنيون نطالب وعبر نداءات منهم بفتح منافذ آمنة لهؤلاء المدنيين للخروج من مناطق التي هم محاصرين فيها من كل الأطراف، وأكثر من 50,000 مدني الآن معرضين لكارثة قد تحدث على غرار الشيء الذي يحدث يوميا من استهداف التحالف الدولي العشوائي لهذه المناطق، وعلى عكس أيضا ما صرح به ناطقهم باسم التحالف الدولي أنهم يراعون تواجد مدنيين. التحقيقات أثبتت عكس ذلك. نعم، أشكرك جزيل الشكر، الصحفي في شبكة فرات بوست صهيب الجابر، كنت معنا من الحدود السورية التركية.